بين المدينة والقرية. الناس في المدينة مختلفون، فالحياة تسير عندهم بطريقة آلية. أما في القرية فالناس أكثر بساطة من كل التعقيدات، وهم أيضا أكثر راحة، ربما لأن المدينة تجعل من سكانها أشخاصا يعيشون في ازدحام لا ينتهي، فهي تضيع الكثير من وقتهم بين إشارات المرور وانتظار الدور، وقد لا يجدون الوقت الكافي لتأمل نزول المطر أو لمراقبة نمو زهرة وتفتحها، ولا يشاهدون الطيور تحلق في السماء، على عكس أهل القرية التي تبدو لهم هذه الأشياء تبدو هذه الأشياء تبدو هذه الأشياء بالنسبة لهم مألوفة جدا. وعلى الرغم من كل التناقضات والاختلافات، لا يمكن بأي حال الاستغناء عن صخب المدينة أو وداعة القرية، فلكل منهما جمال منفرد لا يمكن إنكاره أبدا. إذا السؤال الثاني، أضع العلم في الاختيار المناسب. النص هل هو عبارة عن قصة؟ النص هو عبارة عن حوار؟ أم عبارة عن مقالة؟ الجواب الصحيح، النص عبارة عن مقالة. وعين مرادف المناسب. مرادف كلمة بساطة، بساطة تعني سهولة. مرادف، نبحث عن مرادف كلمة مألوفة. الجواب الصحيح معروفة. السؤال الرابع، اختار مما يلي فكرة النص المناسبة. ما هي الفكرة الصحيحة التي يتحدث عنها النص؟ الجواب الصحيح هو جمالية ضجيج المدينة وسكون القرية. السؤال الخامس، أختار من القائمة ما لم يذكر في النص. ما هي الكلمات التي لم تذكر في النص؟ إذن الكلمة التي لم تذكر في النص هي كلمة الرياح. السؤال السادس يقول، أربط بين كل كلمة أو عبارة وما يناسبها. إذا البساطة في القرية، الناس أكثر راحة في القرية، الازدحام في المدينة، جمال لا يمكن إنكاره في المدينة، نمو الأزهار في القرية، إشارات المرور في المدينة، ثم الوداعة والصخب فيهما في المدينة وفي القرية. نعيد، البساطة فهي تخص القرية، الناس أكثر راحة تخص القرية، الازدحام يخص المدينة، جمال لا يمكن إنكاره، فهنا سنصل السهم إلى المدينة والقرية، فللمدينة جمال لا يمكن إنكاره، وأيضا للقرية جمال لا يمكن إنكاره، فهنا السهم نصل إلى الكلمتين. نمو الأزهار فهو يخص القرية، إشارات المرور فهي تخص المدينة، ثم الوداعة والصخب
الوداعة والصخب. هنا سنصل الخط إلى كليهما، إلى المدينة، إلى المدينة وإلى القرية، لأن الصخب يخص المدينة والوداعة تخص القرية. سابعا، اختار الجواب أو الجواب الصحيح بوضع خط مغلق. القرية هادئة لأنها إذن القرية هادئة لأنها ذات سكان قليلين، وتكون منعزلة ومحاطة بالحقول. هذا ما يخص القرية. إذن القرية هادئة لأنها ذات سكان قليلين، تكون منعزلة ومحاطة بالحقول. الآن صار سبب سخاب المدينة هو. إذن سبب سخاب المدينة هو كثرة الشوارع وكثرة المعامل وكثرة السيارات. السؤال رقم 8، جمال المدينة يظهر في، يتجلى جمال المدينة في صخبها. ثم جمال القرية يظهر في، يظهر جمال القرية في وداعتها، في وداعتها. إذن إلى هنا ينتهي الدرس. لا تنسوا الاشتراك، وإلى درس جديد.